في هذا ليكزيرسيس دو ريفيزيون على جافا سكريبت نشوفوا شنو بقيتو عارفين. دونك لا بروميير كيسيون درنا على الانتيريور دو لا باج اتش تي ام ال اون مي جافا سكريبت باستخدام كل باليز بي سكريبت تري بيان. كيلي لا فري سينتاكس باش نشانجيو لو كونتوني ديال هذيك سبان اللي مكتوب فيها تيست بغينا نبدلو هذيك تيست بداكشي اللي بشي حاجه اخرى بحال سالي موند ا وي دونك عندنا حنا ديس اليمنت باي ايدي كنعرفوها وهنا نذكرها جوج مرات شو جوزه دياز امتى كنديرو دياز حنا سي اس دياز كنديرو في سي اس اما هنا اصلا هي قالت اليمنت باي ايدي مكتوبه ايدي فانت كتجي كتعطي فوسط قسميت ايدي ديريكت دونك ا هي لا بون ريبونس. 3 كيل لي بلاسمون دو جافا سكريبت واش كنحطو في الهيد ولا في البادي ولا في لي دو لي دو في لي دو جافا سكريبت حطها فين ما بغيتي فين ما احتاجيتها حطها كيل ولا كيل لا بون سينتاكس بور فير ريفيرونس لان سكريبت جي ان واحد فيهم فيه لاتريبيو اس ار سي وي دونك فيشي اكسترن جافا سكريبت واش خاص تكون فيه لا باليز سكريبت لا حتى هي اصلا باليز اتش تي ام ال هادي هو سكريبت عادي جي اس مكتوب. كومون كريي ان فونكسيون جافا سكريبت الى وحده في هاد الكتابات اللي بالنسبه لكم صحيحه دونك بي واخا دونك بي كتابه صحيحه كومون اكري لا فونكسيون او لا كونديسيون اف في جافا سكريبت سي دونك دائما ما عندناش في جافا سكريبت وهاد ايغال اصلا الكومباريزون ديال ليغاليتي في جميع اللغات كتكون فيها دبل ايغال ياك دونك سي هي لا بون ريبونس. 8 كومون ايكريغ لا كونديسيون اكس ني با ايغال ا 7 ديفيرون هي دي دونك ا ديفيرون هي هادي هي دي. لا بون سينتاكس دو لا بوكل واي في جافا سكريبت هي الصراحه في كلشي اللغات ها الى وحده لا هي بي واي هي طونك كنحط وحده كونديسيون فقط مادام عندي كذا انا كندور طونك كصغار من 20 وانا جالس كندور امتى غنخرج من داك العام نعاود الخدمه نعاود امتى غنخرج نهار تولي ككبار قطعا من 20 عاد نخرج دونك واي هي هذه فيها غير كونديسيون وحده لا بون سينتاكس دو لا بوكل فور هي سي دونك فور كتكون فيها هادشي في جميع اللغات عندنا فيها الجزء الاول كيتسمى لو ليطا انيسيال باش غديماري الجزء الثاني كيتسمى لا كونديسيون فينال فين غنوقفو وهذا الاخر كيكون لو با ديكريمون بشحال كنزيدو في الغالب كيكون بلس بلس يعني كنزيدو بواحد ولا ما كانش مسلكانه غنديرو جي تساوي جي زائد 3 ولا اللي بغيتي داك لو با باش تولي تنزيدو به مي غالبا تحتاج بلس بلس سينو تقدر تخدم داكشي حتى جيتي تري بيان. دونك بي لا قلنا سي كيلي لا سينتاكس كوريكت بالنسبه لسؤال 11 ديال الري بي الري فيها الكروشي كنعقلوا عليها فيها الكروشي حنا غنشوفو دابا في لا ريفيزيون الا بغيتي تكليكي على شي حاجه اش من ايفنت كنستخدمو ان كليك دونك بي اسكو جافا سكريبت سنسيبل على كاس سنسيبل على كاس كتعني ان اللغه تتاثر بالمينيسكول تفرق بين المينيسكول والماجيسكول هذه هي سنسيبل على كاس بيتون اي سنسيبل على كاس بيتون عندك مثلا برانس الا درتي بي ماجيسكول غلط عندك ديش الا درتي دي ماجيسكول غلط بيتون اي سنسيبل على كاس HTML ني با سنسيبل على كاس خلط مع راسك المينيسكول ماجيسكول متسامح هو غادي يفهمك جافا سكريبت الا ما كنتيش عارف غادي تجربها جافا سكريبت اي سنسيبل على كاس وتجربوها دابا هنا انا غنوقف ترجعوا للكور نشوفوا هاد فيلتر وفايند وكلشي دايرين فيهم واحد لو رابيل في الكور عاد نرجعوا نكملوا به وهاد سنسيبل على كاس اللي ما غاديش يتق عادي كي قلنا كتاخذ لي موكلي ما كتاخذش سميت لي فاريابل ديالك وهذا انت تاخذ لي موكلي شي حاجه معروفه في جافا سكريبت وكتديرها ماجيسكيل تبدليها تشوفها دازت راه ني با سنسيبل على كاس ما دازتش اي سنسيبل على كاس فين قلنا اي سنسيبل ا لا كاس